واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اختلاف مستويات المتسابقين لهذا العام أسهم كثيرا في زيادة المنافسة فيما بينهم، وأوضح الاستعداد المسبق والتدريب أثره على أداء المتسابقين. الاستعداد كانت قبل الفترة، يعني قبل شهر كان في البلد مع الأساتذة، يعني مراجعة ويعني تجويد، نصلح التجويد كذا. كان قبل شهر استعدادنا للمسابقة، الحمد لله الحين جيد. Avant de venir ici, je me suis préparé comme il faut. يعني استعدد استعدادا شديدا، لأن هذه المسابقة ليست محلية لكن دولية، وخصوصا هذه المسابقة تقع في مكة المكرمة، فالحمد لله استعدد استعدادا شديدا. التوتر والخوف صاحب المتسابقين منذ الإعلان عن قبولهم بالمسابقة، وفي المقابل كان حلم التأهل للمرحلة الختامية بالحرم الشريف هو الهدف الرئيسي للمتسابقين. الآن يعني خوف قليل، ولكن إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل إن شاء الله يسهل عليه إن شاء الله. أكيد في توتر خوف، الأداء ما أدري يشوفها في هيئة التحكيم، وبعد إن شاء الله بعد التقييم إن شاء الله نشوفها، إن شاء الله احتسب جيد. يعني كان جيدا، يعني كان في 5 أسئلة، يعني ما أخطأ، وكل أسئلة كان يقرأ صفحة، ما أخطأ لكن تردد في بعض آيات، لكن إن شاء الله سيشارك في المسابقة في الحرم إن شاء الله. دعم الأهل وتشجيعهم كان بارزا وواضحا على المتسابقين، حيث كانوا الداعم لهم بعد الله عز وجل في وصولهم لهذه المسابقة. أنا أخوكم سليم، هنا قد وصلت بخير، وأرجو منكم أن تدعوا لنا بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. إنا جيشكم ونقانا كمنا الدعاء الله سامداته. الناس في جنوب أفريقيا فلازم عليه أن يدعو له، الله يسهل عليه إن شاء الله. انتهت الفترة الأولى من التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظة كتاب الله، وجميع المتسابقين متفائلين إلى انتقالهم للمرحلة التالية. لقناة اقرأ، عبد الرحمن المالكي، مكة المكرمة.